السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل النهارده الارنبيط، كل سنة وانتم طيبين. الارنبيط نزل بس انا بعمله بطريقتي، ونزلته قبل كده في القناة وقلت لكم دي طريقتي انا لوحدي، انا اللي بخترعها وما شفتش حد عملها بتاتا، فيا ريت ايه تعجبكم ما تقولوش دي وحشة. بصوا حبايبي، انا بجيب ارنبيطة ايا كان بقى، صغيرة او كبيرة حسب حجم الاسرة، ماشي. بشطفها شطفه حلوه واقطعها صغنن كده، بصي كده، ممكن كمان بصي كمان اروح مقطعها كمان على اتنين اصغر من كده، ماشي. هعمل ايه؟ هنسلق؟ لا مش هسلق، اربعه مش هسلق، خمسه مش هسلق كمان. انا ما بسلقش الارنبيط، انا هعمل النهارده ارنبيط مقلي عادي جدا جدا. مره تانية ان شاء الله هعمل لكم كام صنف ارنبيط، انا عندي ليه اصناف كتيره جدا وكله ما بسلقوش، ماشي حبايبي. ده ما بسلقش الارنبيط، هتقلي يا حنان الارنبيط من غير ده، بقى نشيله بالسكينه صغير كده هيتشيل. هتسلقي يا حنان هتقلي يا حنان الارنبيط من غير ما يتسلق؟ انا بقلي الارنبيط من غير ما يتسلق، وجربوه ومش هتندموا. بقالي 900 سنه بيجي مش هقول لكم ايه كام بعمله، واصحابي الحمد لله في الشغل خدوا الطريقه وبقوا بيعملوه في منتهى الجمال وحلو جدا، وبيطلع معاكي مقرمش لاخر واحده، ما بينزلش ميه، رائع وجميل وماسكه نفسها كده وفي منتهى الجمال. بس اهم حاجه بصي صغنوني ازاي، بصي وتقطعي اللي هنا دي كده، بصي اهم حاجه دي كبيره، بصي دي كبيره. هروح هقول لك ليه بقى انا بقطع صغير كده، ماشي. بعمل مع الارنبيط ايه؟ بعمل مع الارنبيط بطاطس، بصي بقطع بطاطس كده، لا شيبسي ولا صينيه، بصي السمك بتاعها رفيع ازاي، شايفه السمك بتاعها رفيع خالص. خلاص بقطعنا كده بطاطس، ان نفس خلطه الارنبيط بحمر بيها البطاطس. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد بس نشيل الحاجات دي كده ونقول خلطه الارنبيط العاديه جدا اللي انا بستخدمها عندي، بحبها تقيله، حط كوبايه كوبايتين دقيق، نص كوبايه الكوبايه الا ربع نشا، هكتب لك طبعا كل ده في صندوق الوصف. هنقلب كده، هنحط حبه بيكنج باودر صغيرين، ممكن تصنع البيكنج باودر مش اساسي. هحط التوابل الاول، هحط شويه فلفل ما نكترش قوي عشان بس ما يغمقليش البتاع ده الارنبيط. هحط ملح، ملح بقى اللي هو العادي بقى اللي هو ايه، لان احنا الارنبيط مش سالقينه بميه وملح، فالارنبيط بالتالي ما فيهوش ملح. جربيه ومش هتندمي، مش هتندمي. هنحط شويه كمون صغيرين، انا ما بحطش في الارنبيط خضره، ماشي. انا بقى ليه عملت الارنبيط كده؟ انا ما بحبش الارنبيط السلق، بيطلع ريحه ما بتعجبنيش، فهمتيني ازاي؟ هنحط حبه جنزبيل صغيرين، حبه جنزبيل صغيرين وخلاص. وهنروح نقلب الحلو ده كده، حاجه من الاتنين بقى، الخليط ده يا نحط لبن يا نحط ميه، ايه اللي يعجبك. انا عن نفسي بحط لبن وميه عشان خاطر الاولاد. معلش بصوا هحط اربع بيضات، من اربع لخمس بيضات على الكميه دي، من اربع لخمس بيضات. طبعا انا ابتديت احط الزيت على النار، زيت غزير، ماشي. وهنجيب اللبن، هنحط لبن وهحط ميه، انا هحط الاثنين النهارده. انت عندك ولاد صغيرين عايزه اذا بقولوا قيمه غذائيه عاليه والكلام ده، يبقى اللبن بس بيبقى حلو جدا وما تخافيش. هنبتدي بصي بقى، اهم حاجه في الخليط ده ان هو يبقى سميك وتقيل. ليه؟ عشان المضرب مش مستحمل. نحط مضرب، نجيب مضرب تاني، بسم الله راح اقول لكم نجيب معلقه بلاها مضرب، نجيب معلقه. بصوا يا حبايبي طبعا هو لا كده تقيل، بصي اخلطي بس المكونات الاول، نشا ودقيق بيكنج باودر، ماشي، ملح وفلفل وكمون، شويه جنزبيل، لبن، اربع خمس بيضات، ونبتدي نضرب الخليط ده كده. ده للاتنين، للبطاطس وللارنبيط. طبعا كوني بقى قبل ما تخلصي الموضوع ده، تعملي الموضوع ده، كوني بقى ايه، عامله سلطه، طبق سلطه كبير، عامله جرجير، بصل. بصي اعملي كده عشان الكلاكيه، بصي شايفه المنظر، ممكن اتخن من كده كمان.
بصوا بقى هنعمل ايه. قرنبيطه اهي زي ما هي، بصوا زي ما هي، بصي زي ما هي. نيجي ننزلها هنا كده ونغطسها تغطيسه كامله اهي، كامله كده ماشي. وهنروح على الزيت، بصوا مش مسلوقه والله ما مسلوقه، بصي بصي مش بصي بتقطع بصعوبه ازاي، عشان محدش يفتكر ان انا ما بسلقش القرنبيط خالص، بقالي سنين وبجرب الاكله دي وبعملها على طول كده، احلى قرنبيط تاكلين اللي ما يتسلقش. خلاص اهو كده، وهنروح على الزيت ونشوف هنعمل ايه. ادي قلب الزيت، بصوا ادي القرنبيط، عشان محدش يفتكر ان انا غيرت حاجه، انا لا غيرت حاجه تمام. بصي معناها ايه ان هو جامد ازاي، بصي اهو بصي كده، بصي كده كده، تشيلي معاها تشيلي. تيجي شايفه الزيت، ناخد غيرها، بصي اهو تتشال كده، بصي اهو كده خلاص، وناخد غيرها. بصي بقى دي كبيره، لما تحط لها الحشوه كمان هتبقى كبيره، فهمتوني؟ عشان كده بقول لكم تقطعوه صغير، بص اهي كبيره كده، بقول لك قطعيه صغير ليه، فهمتيني ازاي؟ عشان المسافه دي انت ما تحطي الحشوه فيها اللي هو الخليط، وتيجي تحطيها وتستوي هتبقى كبيره، تبقى ضخمه يعني. اهي نزلي على الورده الاول اهو، صحبه فيها ميه خلاص، نار متوسطه مش نار عاليه قوي، نار متوسطه. ليه حنان نار متوسطه؟ هقول لك بقى التكنيك بتاعها. نار متوسطه اولا، لو نار عاليه هيحمر من بره جدا وياخد لون ومن جوه يفضل نايم. لا انا عايزاه يبتدي يسخن على نار متوسطه، يبتدي يسخن يعمل لي حراره من جوه، سخونيه، يدخل دخان من جوه، يطري يسوي القرنبيطه النيه، فهمتوني ازاي؟ لحد ما تبتدي تطلع بره يبتدي ياخد لون. فهو بياخد وقت معايا في السوى شويه، لان يعني ده زي ما بقول لكم ده نايم، فهمتوني ازاي؟ ده ايه نايم. خلاص يا قلبي ادي كده، حلو قوي الحبه دول في الطاسه، مش هنزودهم، بعد شويه نبقى نقلبهم على نار متوسطه. بصي يا قلبي ابتدى يلون، نبتدي نضير بقى وهو على نار متوسطه ماشي اهو. بصي بصي كبرت ازاي، شايفه بقى المنظر بقت كبيره ازاي، بقول لك يبقى صغير، ولا خليط وقع في الارض ولا في الزيت ولا الكلام ده خالص. بصي اشكال الخليط، اولا يبقى تقيل لحاجتين اتنين ما يقعليش مني، تاني حاجه لو انت عايز تحطي خضره على فكره في الخليط حطي، انا ما بحبش بس احط خضره، انا بحب اعمله كده من غير خضره. تالت حاجه عشان الخليط يبقى سميك، يديني فرصه ان القرنبيطه من جوه تستوي، قرنبيطه ايه تستوي، ما تبقاش نيه خلاص، ان احنا بنعملها نيه خلاص. مش هستعدها هعدلها وهنفضل بقى ونشوف، بعد كده نشوف هنعمل بطاطس ازاي. بصي يا قلبي خلاص كده استوى، بصي عايز اسمعكوا حاجه، سامع؟ عارفين زي الكنتاكي، زي الكنتاكي، عشان محدش يقول لي ايه ايه ده انت بتعملي القرنبيط، طبعا بحب احمصه شويه، انت بتعملي القرنبيط ني، طب ما احنا بنعمل فراخ الكنتاكي ني وبتستوي وبتبقى زي الفل، يعني القرنبيط ده القرنبيط اخف منها جدا، فهمتوني ازاي؟ وبيبقى رائع وما بينزلش فيه. بصي شايفه الواحده بوحدتها ازاي، وكبيره وشكلها تحفه، وبتبقى معاكي بتملى معاكي الطبق. انا هشيل دول وارجع لكم تاني. شايفين المنظر؟ بصوا رائع ازاي، عامل زي اكنك بتاكلي كنتاكي، شايفه الجمال؟ بصي سامع؟ بصي ولسه بقى لما افتحها لك من جوه واوريكي شكلها عامل ازاي، بحطه على ورق، ده انا الورق ده بجيبه من محلات الاكياس وحاجات عيد الميلاد، بجيب بالكيلو او بالربع كيلو او نص كيلو، واحط عليه اللي هو بتلفي بيه الجبنه زمان، واحط عليه الحاجات دي، احطش على مناديل ورق، وما احطش يا اما في مصفى يا ده يا في مصفى، فهمتوني ازاي؟ تعالوا نشوف بقى هنعمل بطاطس ازاي. بصوا يا حبايبي بطاطس اهي ماشي، تدي كده غطسيها كده، غطسيها بقى تشيل حبه حلوين ماشي، احنا طبعا قاطعينها بالراحه، خلي بالنا ان احنا الزيت حامي، ليه؟ لان كان في قبليه قرنبيط، وبطاطس ما بتاخدش وقت على فكره، فرطيهم عن بعض ماشي، ما تحطهمش جنب بعض، فرطيهم عن بعض، قصدي ما تحطهمش فوق بعض، برضو النار هاديه، انا مش معليه النار، النار هاديه
بجد لو جربتوا طريقتي دي هتعجبكم جدا جدا جدا. اهم حاجه الصوص يبقى تقيل بس فاتر. خلاص اغسل ايدي بقى عشان اجي اقلب اللي هو لون ده بسرعه. اهو بصوا خفيش، البطاطس هتستوي، بطاطس خفيفه اتخن من الشيبسي حاجه بسيطه هتستوي، والصوص تقيل بتاعها ده اللي احنا الكفر ده اللي حاطينه الخارجي تقيل، فالبخار اللي جوه هيسويها بسرعه، بس زي ما قلت لك على نار متوسطه. هتقولي ايه انت ممكن اول تعملي البطاطس على فكره وبعد كده تعملي القرنبيط، انا بقى عشان الاثنين يبقوا سخنين بعمل ايه طاسه دي وطاسه دي، وساعتها اروح عامله نص الطاسه قرنبيط ونص الطاسه ايه بطاطس. يمكن بس عشان بصور لكم اضطريت ان اعمل كل واحده لوحدها عشان يتقل. خلاص ادي دي البطاطس وهتطلع اوريها لكم بقى في التقديم يا حبايبي. ايه رايكم؟ بذمتكم لو يشوف مش يقول ده كنتاكي ولا يقول قرنبيط. بصوا ادي القرنبيط اهو، شايفين جماله؟ بصي اهي، شوفي دي الدايره اهي، بصي من كل ناحيه، وادي البطاطس اهي. بصي يا حبيبتي هوريكي حاجه بقى عشان ايه، بصي قدامكم اهو ادي الطبق اهو ماشي، وادي طبق تاني اهو، نجيب القرنبيط. بصي بسم الله الرحمن الرحيم، بالشوكه مش بسكينه كمان، بصي بالشوكه، بصي استني بس انا عايزه ابينها لك، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي شايفه، هوريكي حاجه كمان، بصي مهريه ازاي، بصي اهي سخنه سخنه جدا، شايفه مهريه ازاي، مهريه جدا. ادي القرنبيطه اهي، بصي من جوه مستويه ماشي. ناخد البطاطس، امسح ايدي بس، اخد ادي بطاطس اهي، بصي بصي ادي بطاطس اهي، بصي بالشوكه شايفه، ولا سكينه ولا اي حاجه عشان ما حد، بصي مهريه، بصي اهي اهي ماشي، وادي اهي كمان، بصي مهريه اهي، عشان ما حدش يقول ايه حنان عملت القرنبيط ني وطلع وحش وني اهو. بصوا اهو شايفين كله، شايفين منظره من جوه مستوي والبطاطس مستويه اهي، بصوا اهي شايفين مستويه ازاي اهي، ماشي اهي. بصي جربي طريقتي دي، عمرك ما هتسليها وعمرك بصراحه القرنبيط يقعد معايا لتاني يوم بنفس المنظر، ناشف وحلو وجميل ولا بينزل زيت ولا بيطرى ولا بيبقى له ريحه ولا الكلام ده. اي حد ما بيحبش القرنبيط هياكله بالطريقه دي، وجربيه وان شاء الله هيعجبكم باذن ربنا، وبحبكم قوي قوي انا حنان رمضان.